بخصوص اللي يقع في بن قردان عادي جدا ومنتظر، عادي جدا ومنتظر ويلزم يقع في بن قردان. تتسائل علاش؟ اولا عادي جدا على خاطر بن قردان ماهيش ارضيه، اما المناخ والارضيه مناسبه، الحدود الصحراء والسوبرفيسي يعني يعني المكان ملائم. تقول لي شو اسمه اهل بن قردان، فعلا يلزمهم يكونوا اهل بن قردان على خاطر الخطه مدروسه مليح. بن قردان عندها اهله، بنزرت عندها أهلها، الكاف عندها أهلها، القصرين عندها أهلها. بن قردان كيف يعملوا عملة كيف كي يزمها تكون ناجحة 100%، على خاطر بن قردان يعرفوا السبل، يعرفوا الطرق، يعرفوا اش يعملوا، يعرفوا فين يمشوا، يعرفوا فين يجوا. يقول لك أهل ومكة أدرى بشعابها، لكن ما همش كل بن قردان، أظن الشبيبة مستقطبة لظروف معينة، قد يكون اقتصادية، قد يكون سياسية، قد يكون اتجاهات أخرى. نقفوا وقفة إجلال وإكبار لأهيلنا وإخواننا وبني عموم.